أقوم اليوم بافتتاح هذا المهرجان الكشفي المهم. أنا بعتبر الجوالة رمزاً لأشياء كثيرة، من أهمها أن الجوالة هي يعني مجمع للأنشطة الطلابية المختلفة، الأنشطة الفنية، الأنشطة الرياضية، الثقافية، الاجتماعية. أيضاً الجوالة تعطي نموذج للعطاء، تعطي نموذجاً للقدرة على المثابرة وعلى الاشتراك في فرق العمل، وأيضاً على الجهد الكبير المبذول. وأنا أعتبر أن الطالب الذي لديه القدرة على المشاركة في فرق عمل جماعية هو طالب مهيئ للتعامل مع النجاح بشكل عام، لأنه لا يوجد إنسان في الحياة ناجح يعمل بشكل منفرد، وإنما من خلال فريق عمل.